أهلا وسهلا فيكم متابعي في فريدوم توداي ببث مباشر جديد. اليوم معي أنا غيث. اليوم أول شيء أكيد عيدكم مبارك. اليوم رح نحكي عن ما هي طرق الاستفادة من هبوط العملات المشفرة. رح تكون معنا مريم الملك، متتبعة الكريبتو بمنصة فاينانشال فريدوم توداي. أي حدا عنده أي سؤال عن هبوط العملات المشفرة، عن كيف فينا نستفيد اليوم من هذا الهبوط، أكيد فينا نسأله لمريم. طبعا اليوم كما حكينا العنوان رح يكون ما هي طرق الاستفادة من هبوط العملات المشفرة. مريم كيفك؟ هاي، كيفك؟ All good، شو الأخبار؟ الحمد لله. ينعاد عليك بالخير والصحة يا رب. وعليك يا رب وعلى جميع تسلم المشاهدين. على الجميع وعلى جميع المتابعين. طيب اليوم نحن اول شيء وعم نشوف اكيد في عالم الحقوق بعيديات، اكيد في اشياء مثل هيك، فهل ممكن هلا عم نحكي عم نشوف نحن سوق العملات المشفره سوق نازل، هل ممكن الاستفاده من هذا النزول وهل ممكن نستثمر فيه؟ خلينا نشوف نعرف اكثر شو عم يصير هلا بسوق العملات المشفره وين نحن تحديدا. اوكي، هلا نحن اذا كنا عم نتابع الاخبار الاقتصاديه هلا وبالفتره يلي مضيت، بنشوف انه نحن اجمالا معدل التضخم كثير ارتفع باخر فتره، مش بس يعني بكل دول العالم، كمان بنشوف انه في هبوط حاد بسوق الاسهم وبسوق العملات المشفره. هيدا الشيء دليل انه هيدا الشيء بيدفعنا لحتى نقول طيب نحن اوكي هلا وين؟ شو راح يصير؟ شو عم بيصير؟ شو بدنا نعمل؟ هل بنقدر انه نحن نستفيد؟ او الافضل انه نحن نطلع. نحن هيدي الحالة اللي يعني نحن فيها هلا هي تسمى بالبير ماركت او سوق الدب. اجمالا البير ماركت هي مثل دورة بالماركت سايكل بتيجي نتيجة انخفاض مطول لاسعار العملات المشفرة. يعني مثلا لنفترض انه بيحطوا انه مثلا حاطين ريت انه ما زال البرونونج او فينا نقول او الانخفاض صوت قطش، صوت قطش، خلينا نبلش. شو هو البير ماركت؟ هلا نحن كنا عم نسمع من قبل تقريبا قلنا من سنه او 8 شهور عالم بتقول مع كل هبوط العالم بيقولوا هذا بير ماركت، فشو المقصود بالبير ماركت؟ اوكي، مثل ما قلت لك البير ماركت منه هو هبوط يومين ثلاثة او اسبوع وترجع ترتفع الاسعار. البير ماركت هو بيجي نتيجة هبوط مطول باسعار العملات المشفرة، يعني بتضلها فترة منيحة الاسعار عم تنخفض، مش بتنخفض ودغري بتطلع. في فرق، يعني نحن لازم نعرف انه البير ماركت صحيح البير ماركت بتيجي على فترة مطولة. اجمالا ايمتى بنعرف انه صار في بير ماركت بالكريبتو كرنسي؟ لما التوتل الاسعار التوتل بتنزل عن مستواها بنسبة 20%. نحن اذا بنطلع بيتكوين لحالة نازلة بنسبة تقريبا 35% لحالة، يلي هي بتساوي اكترية الماركت كابيتاليزيشن بسوق العملات. صحيح، فانه نحن مش هيدا الشيء، نحن قلنا تقريبا من قبل اول السنه ونحن عم نشوف انه اوكي البيتكوين نازله، كل العملات الباقيه نازله، بعدنا نحن عم ننزل. واجمالا اذا بتشوفوا باخر فتره صار في مثل ثبات بالاسعار، بطلت الاسعار عم تطلع كثير وتنزل كثير، اجت فتره انه 100%، يعني مثلا بيتكوين برينج 20,000 18,000، ما كثير عم تنزل ما كثير عم تطلع. اجمالا نعم، هو خلينا نقول ثبت على الهبوط طبعا، يعني هو نزل نزله وضل ثابت، فهون هذا الشيء بيخلينا نقول انه هذا بير ماركت حاليا لهلا. ايه، نحن هلا ببير ماركت. اوكي، الله يبشرك بالخير. حلو كثير. طيب نحن كمستثمرين العالم دائما كانوا قبل بيتمنوا انه لما كان بيتكوين بال 60 وبالارقام الكبيره هاي والعملات كلها ان جنرال بارقام كبيره، كانوا دائما بيقولوا يا ريت تنزل لحتى نستثمر. هي بلشت تنزل، بلشنا نسمع نيجاتيفيتي كثير كبيره، انه لا هلا العملات المشفره رح تختفي، كل هالامور هاي. طيب بدنا نعرف نحن كيف البير ماركت بياثر على المستثمرين.
هلا اجمالا المشكل مثل ما قلت انه بالبير ماركت بنضلنا بنقول انه اوكي بدها تنزل الاسعار، ناطرين الاسعار لحتى تنزل، بس وانس الاسعار بتنزل نحن بنقول انه هيدا الهبوط بالاسعار بيروح جزء كبير من المستثمرين، فلما المستثمرين ما بيطلعوا على الجانب الايجابي انه نحن اوكي عم نشتري كوينات بسعر منخفض، لا بيطلعوا على الجانب السلبي انه انا الكوينات يلي او العملات يلي انا اشتريتهم من قبل عم تنزل قيمتهم، وهون بيصير التضارب. بدل ما نحن نستفيد من هبوط، بدل ما العالم يستفيدوا من هبوط الاسعار، عم بيروحوا على حالهم فرصة هبوط الاسعار، وعم بيساهموا بهبوط الاسعار بعد اكثر لما هن بيكونوا عم بيبيعوا الكوينات تاعيتهم، يعني عم بيزيدوا عرض العملة بالسوق، وهيدا الشيء يعني كمان هذا بيساهم ممكن يأثر زيادة. بانخفاض الاسعار بعد اكثر. بس هون اذا بنطلع مين بيستفيد من هيدي الشغله، اللي بيستفيدوا من هيدي الشغله هن الويلز او الحيتان. شو بيكون معهم؟ أكيد. بيكون معهم صحيح، بيكون خلص معهم شو بدنا نتابع الأول شيء. أول شيء بس حابب أذكر متابعينا إذا عندهم أي سؤال عن عن الكريبتو، عن انخفاض الأسعار، فيهم يكتبوا بالتعليقات. وجاينا سؤال عن علاقة انخفاض العملات الرقمية بالسوق الـ NFT، ممكن نحكي عنه. بس هلأ شو هن البير؟ شو هن الويلز؟ بيرز اوكي. الويلز هن مجموعة انفسترز بيكون في عندهم جزء كبير من العملات المشفرة واجمالا بيتكوين، بيكون في عندهم محفظات بقلبها جزء كبير من السبلاي تاع البيتكوين. لما بيكون في عندهم جزء كبير من السبلاي، اذا بنطلع مثلا بالعالم الحقيقي، لنفترض انه انا معي، شو بيعرفني، انا شركة عندها سبلاي كتير كبير من القطن مثلا بالسوق، انا بقدر اني انا اثر بالسوق، فهمت علي؟ فهن لان معهم جزء كبير من عملات البيتكوين، لما بيبيعوا هول الكميات بفرد مره، شو بصير بالسعر؟ بينزل بعد اكثر. بيعوا مثلا على سعر هن شاريينه من قبل مثلا منخفض، وهلا انخفض اكثر، بيشتروه، لما بيشتروه بيرجع السعر بيرتفع. فهمت علي اجمالا هن شو بيعملوا؟ ف هن فعليا ماسكين الماركت، هن بيطالعوا فيهم، يطالعوا الماركت فيهم، ينزلوا الماركت. بالنسبه في عندنا سؤالين. اول سؤال موضوع هل كيف فينا نستفيد وين نشتري؟ هلا رح نتطرق لهذا الموضوع، موضوع الاستثمار هلا. بس السؤال اللي قبله كان هبوط عن هبوط الكريبتو، هل اثر على سوق الـ NFT؟ هل فينا نقول انه هذا الشيء له علاقه بهذا الشيء؟ هلا نحن فينا نقول انه الكريبتو كارنسي والكريبتو كارنسي والان اف تي هن بيجوا كلهم تحت غطاء واحد يلي هو كريبتو اسيتس، يلي هن الاصول الرقميه. الاصول الرقميه بينقسموا بين اصول، بين كريبتو كارنسيز عملات مشفره، وبين الان اف تي اللي هن نون فونجبل توكن، رموز غير قابله للاستبدال. فلا، ما الرموز الغير قابله للاستبدال اصلا هي بتعتمد على الكريبتو كارنسي، بتعتمد على البلوك تشين، بتعتمد على الميتافيرس. اذا نحن هلا بنطلع الميتافيرس كثير متاثر، شركه ميتا يعني هي فيسبوك اللي تحولت لميتا كانت حاطه عم تقلل، قللت نسبه التوظيف كمان، كثير شركات قللت نسبه التوظيف، ان كان وبلشت تسرح عمال، ان كان بسبب الانخفاض بالكريبتو كارنسي ماركت، او ان كان بسبب التاثر الان اف تي. نحن بالاخير نحن عم نحكي عن عالم كامل مترابط مع بعضه، فأكيد رح يتأثر كله مع بعضه. نحن ما فينا نفصل بالنهايه بين الـ NFT والميتافيرس والكريبتو، هن مثل حلقه كامله بين بعض. ونشوف كيف حتى الميتافيرس بتاثر بالـ NFT والـ NFT بتاثر بالميتافيرس، وكيف الـ NFT مثل ما عملنا بلايف سابق كيف الـ NFT بتاثر بالجيمنج. فبتوقع هلا هالدائره عم تتفرع اكبر واكبر كل ما نحن عم فيني تفضل. اقول انه نحن هلا بمرحله وي ار تيستينج قديش قوه البروجكتس يلي هن بالسوق، قديش قوه الكوينز يلي هن بالسوق، قديش قوه الميتافيرس. نحن في عنا كذا ميتافيرس، ما عنا ميتافيرس واحد، في عنا عد من كان ديسنترلاند، ان كان ساند بوكس، كل واحد ميتافيرس لحاله. فهلا نحن عندنا فينا نقول عوامل انه نحن 100% فينا نقول انه نحن هلا بفتره تيستينج لقديش هولي الميتافيرس او البلوك تشينز او الكريبتو كارنسيز قديش قادرين يصمدوا، والكريبتو كارنسي والبلوك تشين والكريبتو اسيتس ان جنرال يلي رح يصمدوا هلا اجمالا رح يكون في لهم مستقبل مزدهر، فينا نقول، او رح يقدروا يتخطوا العقبات الجايه، لان نحن هلا يعني فينا نقول ببدايه العقبات. نحن this is an emer يعني هيدا شو بدي اقول،
بداية العصر، صغري. بداية الميتافيرس 100%. أكيد. فهلا فينا نقول مثل هاي خطة كبيرة صح. لحتى لحتى يصير تصفية للبروجكتس، لحتى يصير تصفية إن كان إن إف تي، إن كان ميتافيرس، إن كان كريبتو، لحتى نشوف أي بروجكت رح يصمد، أي بروجكت رح يكمل، وعلى أساسه بس يصير في غير البير. شوفي غير عكس البير، بول ماركت كان بول ماركت، بول ماركت. لنشوف يا رب، بول هيك ماركت نشوف بول كتير ماركت فكرة قريبا، نشوف مبدعة الأخبار. الصراحة. بتعرف انه البير ماركت بتيجي دغري بعد، يعني مثلا البير ماركت بتيجي نتيجة ارتفاع سريع بالأسعار، فبعدين بصير بينخفض وبيضلوا منخفض على فترات زمنية متتالية. معناها البول ماركت رح يجي دايركت بعد، يعني نحن ممكن ننام نصحى نشوف في بول ماركت لا ممكن. بكرة لا. كان عندي صح. امل انه تقولي ايه وخلاص، وبكره يا رب كل شيء عاملين انفستمنت العالم خلص. ما بتصير هيك يعني، مع بدها وقت، حتى البول ماركت بدها وقت. صحيح. اوكي طيب، هلا نجي للسؤال الجوهري، كيف نحن كأشخاص، حكينا عن المستثمرين شو لازم يعملوا بالبير ماركت، بالبير ماركت نحن كأشخاص كيف فينا نقتنص الفرص بهذا السوق، خاصة انه في كتير نيجاتيفيتي حواليه، في كتير داوت، في كتير خوف، فكيف نحن كأشخاص نقتنص الفرص بالبير ماركت؟ اوكي، هلا نحن اذا بدنا نقول نحن مستثمرين موجودين بالكريبتو كارنسي ماركت، اوكي؟ فرضنا مثلا انت شاري بيتكوين على سعر ال 25000، فرضنا انت ما بدك مثال تبيع، انت ما بدك تبيع، انت راصد مبلغ مثلا شو بيعرفني اكس 500 دولار، اوكي؟ اوكي مثلا بدك انت بعد يو ار ويلينج انه انت تستثمر اسم بالبيتكوين، شو بيصير؟ نحن هون فينا نتبع طريقة اسمها الدولار كوست افريجينج، اللي هي انه انت تعمل متوسط الاستثمار بعملة البيتكوين. يعني مثلا انت بتصير بتحط، انت هيدي ال 500 دولار بتقسمها على كذا تارجت، بتقول انه اوكي انا من قبل شاري على 25000، انا هلا بدي اشتري على 20000 مثلا ب 200 دولار، لما تنزل ل 18000 بدي اشتري ب مثلا شو بعرفني 100 دولار، فهيك بصير او بالمقلوب، فهيك بصير في عنا مثل متوسط استثمارك بهيدي الكوين، وهيدي استراتيجية فينا نقول استراتيجية آمنة بسوق بالبير ماركت تحديدا، وابدا ما بتنفع بالبول ماركت، لانه بالبول ماركت بالعكس انت بتصير بتخسر. اما We بالبير go all ماركت English in the food market. 100% 100%، اما بالبير ماركت انت عم تحط ممكن خسارتك الكبيره عم تعادلها بربح مقابلها، فانت عم تاخذ المتوسط تاعها. هاي دي فينا نقول كاول طريقه. تاني طريقه يلي هي انا ما بحبها صراحه، يلي هي الشورت سيلينج والمارجنال تريدينج، يلي هي بتقوم على انه انت او بنسميها البيع على المكشوف اذا في اشخاص فاميليير بيه هاي كلمه بالتعريف 100%. فبصير انه المارجن تريدينج بتصير انه انت يو ار عم تضرب الربح تاعك او الخساره تاعيتك، فينا نقول ب10. فرضنا انت اخذ بوزيشن حاطط انه انت بتربح مثلا اذا السعر ارتفع بنسبه معينه، اذا السعر ما ارتفع بنسبه معينه وانخفض عن المارجن انت بتتحمل الخساره كلها، يعني ممكن توصل لدرجه انه انت تقفلش. بس من جهه تانية ممكن تكون حاطط 200 دولار تربحها 10 اضعاف اذا ارتفع السعر او اذا يعني تحققت البوزيشن تاعتك. معناها موضوع كثير فيه خطورة، وكثير فيه يعني فيه ريسك عالي، وفيه ريورد صحيح. عالي، بس أتوقع الريسك بهالحالة أعلى. الريسك كتير عالي بالمارجن تريدينج وبالشورت سيلينج. الشورت سيلينج هي شو بصير؟ انت مثلا يو بورو سيرتن، يعني انت بتتدين a certain amount of money من 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 intermediary بالماركت. فانت شو اللي بصير؟ انت لما تتدين بدك ترجع تشتري هول الاسعار، بدك ترجع تشتري هول الكوينات على اسعار منخفضه. فرضنا الاسعار منخفضت وارتفعت دغري، شو بتصير بتعمل؟ انت مش رح تقدر انه انت اول شيء ترد دينك 100%، وثاني شيء رح انت تضطر انه يعني كمان مثل نرجع لفكره انه انت رح تتعرض لخسائر كبيره، ممكن تخسرك اكثر من المبلغ يلي انت اذا حطيته وخسرته. يعني فهمت علي؟ تمام. خاصة هذا الموضوع خاصة للأشخاص الداخلين جديد، للمستثمرين الجداد، موضوع كثير خطير. حتى المستثمرين القدام بيقول لك ما بيحبزوا،
ما في كثير ناس بتحبس هذا الشيء، بس اكيد بالنهايه كل شخص هو وخياره. بس الافضل مثل ما ذكرتي انه نحن ندخل، خلينا نقول خطوه خطوه، نقسم دخلتنا. مثلا عندنا 1000 دولار بدنا ندخل بالعمله اي بي سي، ندخل فيها على مهل، كل ما نزلت شوي كل ما بنشتري شوي، وعلى اساسه بنمشي. هوبفلي لتطلع من عندك، هوبفلي انه البروجكت ما يصيبه شيء. هاي يا رب، هاي الدعوه الكبرى انه يضل البروجكت قائم لحاله. والفكرة انه حتى اذا نحن بدنا نعمل انفستنج، نحن ما بنقرب على المارجنال تريدنج وعلى الشورت سيلينج، لان بدي ارجع اركز على فكرة انفستنج هي بتكون على المدى الطويل. فينا نحن نعمل دولار كوست افريجنج بالانفستنج، انه نحن نشتري على ندخل بكذا باب من سعر العملة لحتى نخليه لبعدين. اما الشورت سيلينج بدك تضلك، يعني ممكن بعشر دقائق تكون سكرت البوزيشن تاعيتك، بدك تضلك واقف على الماركت تشوف اوكي تغير السعر بيمشي الحال، ما تغير السعر بدك تعرف حالك شو بدك تعمل. ما فيك انه اوكي تعمل بوزيشن شورت سيلينج وتروح تكسر، لا بدك تضلك قاعد تشوف حالك، تشوف شو عم ناطق بيصير بالماركت. هيدي كتاني استراتيجيه. اما تالت استراتيجيه واللي هي احسن شيء، انه اوكي انه انا حتى لو شاري كريبتو مثلا بسعر معين وانا اصلا راصد مبلغ انا مني بحاجته، اكيد بدي ارجع اشتري فيه كريبتو كارنسي، بشتري على الاسعار المنخفضه، لان ايفنتشلي بعد البير ماركت في بول ماركت، يعني رح ترجع تطلع على الاسعار، بس نحن ما بنعرف قديش البير ماركت بعد رح تنزل. اكيد، يعني هاي المشكله، هاي الفكره اللي دائما بيقول لك يو كانت بريدكت ذا ماركت، ما فيك انت تعرف الماركت. هلا في عندنا بس سؤال على السريع، يعني لازم يكون الواحد يكون فهمان مره 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 بالبيتكوين؟ اكيد لازم يكون مش بس واحد، يعني اكيد بالبيتكوين، بده يكون الواحد فهمان ان جنرال بي شو هن الكريبتو كارنسيز. اهم شيء نحن نعرف لما بدنا نستثمر بشغله بدنا نعرف شو هي وشو هو الهدف من وراها. انا اذا ماني عارف شو الهدف ورا البيتكوين ليش لحتى استثمر فيها؟ فلا، الافضل انه الواحد يعرف شو هن العملات المشفره، شو هن المشاكل يلي اجوا يحلوها 100%، ونكون انه نحن عن جد مقتنعين انه هيدي الكوين في لها فيوتشر. لان اذا ما كنا مقتنعين، اذا انا عملت انفستنج ببروجكت انا ماني مقتنعه فيه، انا على اول مفرق رح اتركه، ماني رح كمل فيه. اما اذا نحن كنا مقتنعين بالمشروع، لا راصدين له مبلغ اكيد نحن مانا بحاجته، برجع باكد على هذا الموضوع، ونحن اكيد عاملين ريسيرش، يعني مش بس بيتكوين، نحن عم نحكي بيتكوين كاقوى عمله. ناخذ بيتكوين كونه مثال، بس نحن عم نحكي على الكريبتو 100% عن الماركت انه انا صح. هيدا البروجكت مآمنه فيه، ان كان بيتكوين ان كان ايثيريوم ان كان كاردانو ان كان اي كوين موجوده بالسوق، انا مآمنه بهدف هيدا المشروع، انا مآمنه بالكوميونتي او بالفاوندرز تاعون هيدا المشروع، وانا شايفه انه هيدا المشروع رح يوصل لمحل بستثمر فيه. شايفه انه هيدا المشروع مش معروف مين الفاوندر تاعه، او مش معروف مين الفاوندر تاعه مثلا، مش معروف شو الهدف منه، مش معروف هو ماني فاهم البروجكت بالاصل، بس عم بسمع السوشيال ميديا العالم عم تحكي روح ادخل فيه، هذا اكيد لا. صحيح. فالافضل انه الواحد دو يور اون ريسيرش وتستثمر بالشيء اللي انت مقتنع فيه. اكيد، ونرجع دائما بنذكر بنذكر، طبعا اي حدا عنده اي سؤال في اسلوب تعليقات بنذكر، يعني عن تجربة شخصية عن تجربة كل شخص، ما تدخل بأموال أنت لازمتك، ما تدخل مثلا عندك إيجار بيتك بعد شهرين تروح تستخدمه لحتى تدخل على أمل إنه يتضاعف. الموضوع ممكن ياكل وقت، الموضوع ممكن تنزل الأسعار أكثر، فدائما الواحد بده ياخذ إنه هذا ثبت ريسك، ريسكي بشكل عام سوق الكريبتو. طيب السؤال اللي الكل عم يسأله اليوم، الكل عم يقولوا، كل حدا بيطلع بريدكشن ولا ومتوقع بيحطوا لك تشارت واسهم وشغلات، ايمت لايمت البير ماركت مستمر؟ لايمتى هاي النزله مستمره؟ اوكي هلا نحن اذا نحن بنطلع على التكنيكال اناليست يلي هن بتعرف تكنيكال اناليست هن مدارس، حدا بيتبع شيء حدا بيتبع شيء، حدا بيامن بشيء، حدا بيرجع لمثلا سيرتن ايفنتس صارت بالماضي. نحن اذا بنطلع على اغلبيه التكنيكال اناليست عم بيقولوا انه البير ماركت رح نضلنا فيها مش اقل من سنتين، يعني ممكن من هون لل 2024 نضلنا بالبير ماركت، ضل الاسعار مش مرتفعه. هيدا من فينا نقول من باب certain technical analysts. اما تكنيك وكمان بيقولوا انه الاسعار من بعد مدرسة رح من تنزل المدارس اكثر،
بيقولوا انه الاسعار بعد رح تنخفض اكثر، وممكن البيتكوين توصل لل 10,000 للصفر، شو بيعرفني، كل حدا بيقول شيء، في كل حدا بيقول شيء. اما من جهه ثانيه في عنا كمان تكنيكال اناليست بيقولوا انه لا، نحن وصلنا، نحن مرقنا باصعب فترات من وقت اللي انهارت لونا ومن وقت اللي صار الانخفاض الكبير بالكريبتو كرنسي ماركت والتبعات، واكيد كذا بروجكت تاثر. ففينا نقول انه في كذا مدرسه للموضوع، بس انا اذا بدي احكي من وجهه نظري ومن باست بير ماركتس مرقوا، اي ثينك انه نحن مش رح نطلع من هيدي القصه يعني بشهرين وثلاثه، لا، اي ثينك انه نحن بدنا نضلنا ل 2023 لحتى نقدر نتخطى هيدي النزله اللي نزلناها. لان النزله اللي نزلناها ما نزلناها بيوم، قلنا فتره عم ننزل، صار في كذا ايفنت، صار في لونا، صار في شركات افلست، صار في بيتكوين، صار في ايثيريوم، صار في ضغط اقتصادي بالعالم ككل. بس بشكل عام نحن اذا بنقول البير ماركت يعني اوكي، ممكن ل 23، ممكن اكثر، ممكن اقل، يعني هو بالنهايه بفهم من حكيك انه ما فينا، وي كانت بريدكت، وي كانت بريدكت، بس مش رح نفيق نلاقي الاسعار ارتفعت. هي اكيد ما رح تصير، يعني هي الشغله الوحيده يعني هذا الامل اللي عندي اياه خلص احطه وخليه ما في هيك شيء. طيب مريم اخر تفضلي، على اللص تبعيتنا بدنا نصبر، يعني اذا كنا خسرانين 80% انه شو فضل معنا 20% لنخسرهم؟ لا، منخلي هول ال 20%، لان ايفنشولي الاسعار يعني رح ترتفع، ممكن ما الكل يربح، ممكن ما الكل يغطي الخساره تاعيته، بس اتليست انه بيعوض شوي، يعني فهمت علي؟ بيعوض شوي، ثم يبيع ال 20% البقياني مثلا. صحيح، خسر وخسر، صح. طيب اخر نصيحه لكل شخص حابب يستثمر بهذا الماركت. اوكي، ما زلنا مثل ما قلت، ما زلنا نحن هلا بالبير ماركت والاسعار منخفضه، يلي عنده يلي قادر انه هو مثلا بده يقتنص اسعار انه واطيه، بده ما بده يشتري بيتكوين على 60,000 دولار، فانه يدرس البروجكتس اللي هن هلا موجودين ويشوف هل هن بيناسبوا الريسك. اول شيء اللي هو بده ياخذه، نحن بدنا ناخذ شغلتين بعين الاعتبار، الريسك قديش انا بدي فوت بمخاطر، وقديش بيقدر هيدا الشيء يطلع لي ريتيرن. هول اثنين فاكتورز كثير كثير مهمين لحتى اي حدا بده يفوت باي بروجكت. هل المخاطر يلي انا رح اخذها بتستاهل الريتيرن يلي انا رح اخذه؟ هيدا اهم شيء لازم نحن نشوفه. ثاني شيء، ما يسمعوا ل مين من كان حابب انه هو اي سوشيال ميديا او بالويب سايتس او اي شيء، دو يو ونت ريسيرش. الافضل انه هو اذا ما بيعرف اي شيء عن الكريبتو كرنسي، لا، يقتنص او بالاحرى ياخذ فتره شهر مثلا، يقعد يقرا عن الكريبتو كرنسي، يقرا عن البيتكوين، يقرا عن يفهم شو هو البلوك تشين، وعلى اساسه يحدد اذا هو قادر انه هو ياخذ هيدي الريسك او مش قادر انه هو ياخذها. مريم الملك، متتبعة الكريبتو بمنصة Financial Freedom Today، شكرا كثير لك، بتشكر متابعينا، وعيد مبارك للجميع، إن شاء الله أكيد نلتقي بلايف جديد الجمعة الجاية. Thank you so much مريم. شكرا غيث. Thank you. Bye bye.